تجاوز عمليات التبادل التجاري بين الطرفين 105 مليار دولار سنويا. وفي المقابل يتعرض المسلمون في الهند لا سيما المسلمون في ولاية آسام وإقليم جامو وكشمير للعنف والتنكيل والقتل الممنهج واستخدام ممارسات الاضطهاد والتضييق عليهم في حقوقهم وحرياتهم وممارسة شعائرهم الدينية. بدأ تهجير المسلمين من آسام منذ وصول حزب باراتيا جاناتا الحاقد إلى حكم الولاية في عام 2016، حيث تم تهجير أكثر من 20,000 مسلم. إن هذه الممارسات تنافي القوانين الدولية والشرائع السماوية، كما تتناقض تلك الممارسات مع الفطرة الإنسانية وواجب الدولة في الحفاظ على أمن مواطنيها وحرياتهم على مختلف دياناتهم وانتماءاتهم. نعبر عن استياءنا وقلقنا كمسلمين من كافة أرجاء العالم لما يتعرض له المسلمون بالهند من اضطهاد وظلم غير مبرر، كما نعبر عن رغبتنا الجازمة في أن يتم احترام الإسلام والمسلمين من خلال حفظ حقوق أكثر من 150 مليون مواطن هندي مسلم في الهند. في حال استمرار نهج الحكومة الهندية بالتضييق وقتل المسلمين، فإننا نلوح إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الحاسمة بما فيها المقاطعة الاقتصادية والشعبية. وقد حاولنا مراراً أن نلتقي بالسفير الهندي بمملكة البحرين لإيصال كلمتنا عن طريقه إلى حكومته، ولكن كان يتهرب بأعذار واهية. إنني أحمل العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها والمنظمات والهيئات الإنسانية ما يجري لإخواننا المسلمين في الهند، وإننا كلنا محاسبون يوم القيامة عندما نقف بين يدي جبار السماوات والأرض. لكم الله يا مسلم الهند، لكم الله يا مسلم الهند، لكم الله يا مسلم الهند. وشكرا.